19 دقيقة التعادل بدون أهداف بين الفريقين باستثناء البداية القوية للمغرب الفاسي خلال الدقائق الخمسة الأولى. فريق الرائد أصبح أكثر خطورة، كاد في محاولتين عن طريق يوسف جناح أن يسجل في محاولتين لولا إبعاد الحارس، لولا إبعاد الدفاع في الكرة الأولى، ثم الكرة الثانية كانت تسديدة بعيدة عن المرمى. أيضا أسامة عراش كاد أن يسجل أولى الأهداف لولا تدخل محمد المنيعي في المناسبة الأولى، ثم أنس عزيم. الآن ضربة خطأ لصالح فريق الراسينج البيضاوي حوالي 25 متر تقريبا عن مرمى الحارس مراد اسم، هناك المهدي أزمان خلف الكرة في هذه المحاولة لفريق الراسينج في دقيقة 20. مهدي أزمان يترك الكرة إلى أنس الطاوي، تسديدة وتصدي ولا أروع من مراد اسم في إبعاد الكرة إلى ضربة زاوية لصالح فريق الراسينج البيضاوي. ضربة الزاوية الثالثة للراسينج خلال الجولة الأولى، خلال 20 دقيقة سيذهب اللاعب محسن ربيبي من أجل تنفيذ ضربة الزاوية لفريق الراسينج البيضاوي الذي يضغط بقوة منذ الدقيقة الخامسة. هناك الخطير جناح داخل منطقة الجزاء، ترسل الكرة باتجاه جناح ولكن إبعاد بالرأس من محمد بركات، ثم مرة ثانية من المنيعي لجيزة، هجوم مرتد، جيزة ومدافع، جيزة يمرر الكرة، محمود المهدي هل يكون الأول؟ المهدي جول تسلل، اعتبر الحكم أن تسلل، كانت محاولة من الجيزي جيزة إلى محمود المهدي، انفرد بالمرمى، سدد الكرة، ارتدت من الحارس أمين عواد، عادت إلى عبد الصمد أمعيش أمام المرمى الفارغ، سدد الكرة لكن الحكم اعتبر أن هناك تسلل. إذن 21 دقيقة التعادل بدون أهداف من الفريقين. الكرة كانت من المنيعي وبرأسية شرق البحري وحيدا كان داخل منطقة الجزاء، جاءت فوق القائم، ثم تسديدة من داخل منطقة الجزاء لشرق البحري أيضا فوق القائم، وتسديدة إلكسي بودا أبعدها الدفاع إلى ضربة زاوية. ضربة زاوية تنفذ من الجيجي كيزا بالرأس، على الراسينج البيضاوي مع إصابة لجيجي جيزا الذي تعرض لإصابة.